حلقة جديدة في يوم جديد. خلينا نتأكد بس بالكاميرا اخوان، ثواني. تمام، ايوه تمام. اليوم يا اخوان جينا زيارة عند الشباب المغامرة، ايش؟ ابو محمد اللداوي. تمام، فبدنا نشتغل اليوم على طريقة الزقزاق، يعني بدنا نشتغل بداية الزقزاق من الالف للياء. هسه بدنا نشوف الطريقة كيف بدنا نشتغل عليها. هذا فيديو هيك بدنا ننزله، ماشي؟ طريقة الزقزاق بسيطة جدا. احنا والله العظيم، والله يا اخوان، هاي ابو محمد بالله تحلف يمين، والله احنا ما بنعرف وين في موقع. لا والله ما بنعرف. بدنا نشتغل على الزقزاق ونشوف الزقزاق لوين بوصلنا. تمام، نقول بسم الله. اول شيء بناخذ تردد، اذا كان في ترددات موجوده بنفتح رجلينا زي ما حكينا كل مره، ماشي. بنبعد السياخ عن بعض 30 سم تقريبا، وبنبلش نص دائره عشان نقدر نلاقي اذا كان في تردد. الان في عندي تردد فراغ في المنطقه هذيك، اذا اعطاني السيخ هذا تردد بسيط، نبضه بسيطه، في عندي فراغ في المنطقة هذيك. تمام، نرجع نسويها كمان مرة. تمام، الآن أعطاني هاي هون معدن، ببحث في المعدن، في عندي معدن هناك. إذا الفراغ مش لازم الفراغ يكون في داخله معدن. تمام، راح أروح حسب اتجاه المعدن، ناخذ الزقزاق، مش راح أروح باتجاهها دغري، راح أروح عكسها عشان آخذ الاتجاه للسياخ، السياخ هي توديني. تمام، راح نبلش هسه من قطعة الأرض هون. تعرف بالسابق كنت ماسكها قبل شوية، يعني اخذتها في إشارة معدن هناك، لكن احنا ما بنعرف وين بالضبط. هسه بنبلش عليها، ماشي. حطه على يميننا، ايش مكانة الاشارة، بنحطه على يميننا وبنبلش. وين ما تروح فيك وتروح فيك ان شاء الله عمن حليه، ان شاء الله راح فيكم على جوره، بتضلكم ماشيين. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اضمن هيك صح؟ تردد وخلاص. يلا يلا روح معنا. لغاية الآن يعني موقعي راح يكون بعيد شوي، لغاية الآن هي بس ماشي بحدود 15 خطوة ولسه ما أعطانيش. الآن بلش هي، جرب الكاميرا. تمام، الآن بلش أعطيني، الآن بلشت أنا آخذ إشارة. تمام، هيك أخذت إشارة. هسه باخذ الزقزاق رقم 2، أخذت أول واحد، خط الأولاني، باخذ الزقزاق رقم 2. نقول بسم الله. تمام، الآن أخذت نفس الاتجاه اللي أعطاني السيخ، أوكي؟ الآن نمشي نكمل. الآن صار أقرب. شوف، الخطوة الأولى اللي أجيتها كان بعيد الزقزاق، معناته أنا كنت ماشي بين الخطين، بين الهالتين. تمام؟ كان بعيد الزقزاق. ليش أنا عرفت هالسلافة هاي؟ بالمسافة هذيك مشيت 15-16 خطوة، أنا ماشي بين الخطين، لما أخذت الخط خلاص انتهى، أخذت الإكس تبع الهالة دغري ودتني على الهالة الثانية. تمام؟ إذا كنت ماشي بين الخطين، مش إنه هاي البعيدة، كنت ماشي بين الخطين. راح أفهمكم عليها بالمباشرة. طيب، أكست معانا هيك، بنرجع هسه رجوعاً، إن شاء الله إنه الأمور طيبة. تمام، بسم الله. تمام، يعني في شوية، يعني في تقريباً 4 خطوات 5 خطوات، بس بيرجعنا لنفس المكان تقريباً هون، في المكان هذا. تعال من هون هيك. تعال جنب. ماشي؟ راح ارجع تقريبا نفس المكان، يعني معطينا 5 خطوات 6 خطوات، لكن بكمل الزقزاق للاخر، مش بوقف الزقزاق، بكمله للاخر، لانه عشان اشوف الخربطه بين الهالات. اذا كان في خربطه بين الهاله الاولى والهاله الثانيه، بعرف انه في عندي مشكله، او في عندي قرب للمعدن، او في بعد للمعدن، بعرف قياس العمق تبع المعدن من الزقزاق نفسه يا اخوان. تمام، بس توصلوا الاحترافيه هاي، بتكونوا عارفين كل هالامور هاي وانتم ماشيين بالشارع. وانتم ماشيين بالشارع تمسكوا هذول السياخ وانتم ماشيين تكونوا عارفين شو في حواليكم. بسم الله. الان هسه معي راح ندخل كيف جوا هون، راح نخش كيف ندير بالنا من الحياة. بسم الله. هاي هسه معي هون، جربنا نوصل ان شاء الله نطلع الحية. هاي احنا في الموقع تقريبا، شوفوا كيف يا اخوان، تقريبا وصلنا الموقع، بس مش مسافه بعيده. احنا كنت متوقع مسافه بعيده، لكن اعطتني من مسافه قريبه. ان شاء الله ان الامور طيبه. بسم الله، نبدا سعاده جديده. تمام، الان رجع تاكدت معي. هسه بناخذ الاشارات اللي على الصحراء هاي، هاي يعني هاي الاشارات. طيب خلاص، هسه باخذ تربيعه، خلينا نشيل هاي من عندنا في البيت. ماشي، ما بنحكي عنها. ايوه، طلعنا حي، طلعنا شغله هسه.
عشان ناخذ الاشاره. شوفوا يا اخوان الاشاره كيفيه. شو اسمك انت؟ طالب. طالب هات اشوف. تمام، احنا وصلنا يا اخوان للمكان هذا شايفينه، يعني جينا من المكان البعيد اجي وصلنا لهذا المكان. الان شو طلع عندي؟ الان الصخور الموجوده في المنطقه ما بعرف يعني غريبه عجيبه، تمام؟ يعني ممكن تشوفوا عليها اشارات بس هي مش اشارات، يعني ما بتعني اشارات. الان الاشاره الوحيده الموجوده في هاي الصخره هاي يا اخوان اشاره المغاره، هاي اشاره تشكيل المغاره مع نزول السيال مع اشاره اللجف اللي بنحكي عنها كل مره، شايفينها؟ مش احنا جيناها، هاي السيخ اللي جابنا عليها. تمام؟ اذا عندي اشاره المغاره مع السيال اللي نازل واشاره لجف بسيطه هي هون، اذا بتدلني انه في مغاره تحت. تمام؟ هسه راح اربع المعدن ماشي عشان اخذ الفراغ واشوف الفراغ قديش الطول بالعرض. تمام؟ شوف هاي الصخره ما في عليها جرون، كمان عليها جرون زي ما احنا شايفين. ترى لكن انا ماخذها، خلاص اشاره المغاره هذيك انا ماخذها صحيحه مليون بالميه. شوفوا كيف هاي مربط بسيط، هذا بسموه مربط التكنيزي بس هو ملوش علاقه بالتكنيز. تمام، هذا مربط بسيط هاي شايفينه. طيب نكمل هسه تربيعة المنطقة. انت تحاول دائما خليك قريب من السياخ عشان يبينوا السياخ لحضراتكم عشان انتوا تتفرجوا عليها. تمام؟ طيب الان انا خلصت اكستي هون النهائية. تمام؟ الان بدي اربع المنطقة، بدي اشوف شو المعدن اللي فيها وكيف تربيعتها ماشي ونشتغل عليها بالطريقة الصحيحة. عذرا على صوت الهواء، اذا كان في هواء عذرا على صوت الهواء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الان حطيت انا التأكيسي على يميني، حطيتها على يميني، بعدت عنها شوي وحطيتها على يميني. طيب نشتغل عليها ونشوف التأكيد صحيحة. الآن هاي واحد، هاي اكس، أول اكس ماشي. هذا عندك؟ آه تقريبا هي راح تكون هون. تقريبا مش بعيدة على فكرة، يعني مش بعيدة عن هاي ماشي. راح آخذ التأكيد الثاني. الآن هاي رجعني لورا، يعني نفس مكان التأكيد الأولانية. لا راح آخذ التأكيد الثالثة، هاي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هاي التأكيس الثالثة. الآن التأكيس الرابعة بدي آخذها بطريقة ثانية. شوفوا انتبهوا على هاي، أبعد السياخ عن بعض. تمام، أبعد السياخ، أكد إنه وجود المعدن نقطة صفر صحيحة مليون بالمية. أبعدهم عن بعض شوي. تمام، وبدخل على نقطة الصفر. الآن هاي نقطة الصفر، أعطيت نقطة الصفر وين؟ هون، مش هون مع التأكيس، أنا أكست هون ربعت. الآن أعطتني هون. تمام، إذا في مشكلة في تربيتي، وضحت؟ برجع بربعها كمان مرة بهاي المنطقة. في مشكلة كانت في التربيع. بسم الله. هاي كنا ماخذين احنا اقصى هذه، الان اعطتني تربيعة ثانية. هاي تربيعة ثانية، إذا التربيعة هذيك مش صحيحة. تمام؟ بسم الله. هاي تبعوني السياخ اللي بيجوا هاي في سرداب شكلهم. والله يا اخوان انا ما بعرف شو في المنطقة اصلا. مضبوط بحكي يا اخوان؟ صحيح والله ما بتعرف ايش. هاي في سرداب هون، والله خلينا نشوف. هسه نرجع تربية المعدن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اشوف بس السرداب يا اخوان. سرداب كبير. تمام؟ هسه طبعا راح نرجع تربية المعدن، تنسوش. هذا من الشغل الميداني اللي احنا بنشتغله، الطلعات الميدانيه اللي بنشتغلها هي هي زي هيك بشغل حتى اخوان. هاي اي سرداب، بس بدي اعكس السرداب اشوف. شايفين يا اخوان؟ حتى بالفحص، يعني بالفحص بيطلع معك الشغلات اللي تحت الارض، هي في تكميل للسرداب، اذا الموقع يحتوي على سرداب واحتمال يودي على فراغ. خلينا ناكد المعدن. ربع معانا المعدن في هاي المنطقة، برجع بأكثر. هسه السرداب على نفس المنطقة هاي. على نفس هسه بنشوف الفراغ تبعها. تمام؟ نقول بسم الله تربيعتنا مضبوطة، إن شاء الله أنا هاي المنطقة نقطة الصفر. تمام؟ دي بداية السرداب بتكون، شكله محطوط على باب السرداب، يعني محطوط على باب السرداب ورايحة هون. هسه نفحص ونشوف شو هي. تعال لورا شوي خلينا ناخذ تربيعة. لا هون خربطت التربية ماشي. انتبهوا هاي شغلة مهمة يا اخوان.
هاي شغله انا ما حكيتش عنها قبل الله دقيقه. انا كنت ماخذ تربيعه ضلعين خلينا نحكي، لان الضلع الثالث خربط معي. ليش؟ طلعوا هسه شو راح يسوي، شوف شو راح يسوي يعمل الضلع الثالث. بسم الله، هاي مشكله هاي. طلع برا، شفتوا كيف التربيع المفروض على يمين تروح، شوف وين راحت. ليش؟ لوجود معدن ثاني، في معدن ثاني في نفس المنطقه. هذا اللي صار معنا، واحد واحد على السرداب، واحد اول السرداب واحد بالمطار. عشان هيك يا اخوان اعطتنا تربيعه اولانيه وتربيعه ثانيه، عرفت كيف؟ تربيعه اولى وتربيعه ثانيه. هاي التربيعه الاولى اللي اعطتنا كان في المنطقه هاي، ثاني تربيعه اعطتنا في المنطقه هاي. هسه راح اشتغلها بهاي الطريقه، يعني انا اخذت اول تربيعه مش راح اكمل الضلعين الثانيات، راح ابلش بهاي. تمام؟ حتى هاي يعني هاي اشاره المغاره اللي شفناها احنا هاي؟ الصخره دي حتى هاي عليها اشاره مغاره، الصخره هاي عليها اشاره مغاره او نزولا، معناته مغارتين موصولات في بعض يا اخوان، الثنتين موصولات في بعض. فتحة على بعض، استرجع. طيب خلينا ناخذ اشاره المعدن اللي هون. ماشي هاي. شايفين؟ رجعنا نفس المكان اللي كنا تقريبا ندور فيه في التربيعة الأولانية. إذا اثنين جنب بعض، عندي الاثنين جنب بعض، عندي معدن هون وعندي معدن هون، وبيناتهم سرداب يا اخوان. مدخل واحد. هسه بدنا نفحص الفراغ ونشوف شو وضع الفراغ، شوفوا كيف أصبح فحص الفراغ. هسه أنا أخذت إشارة معدن، راح أكمل على إشارة المعدن. تمام؟ إشارة المعدن أعطتنا هون. الآن بدي أشوف هاي المعدن هذا في الفراغ أو أصلاً ولا مش الفراغ، ولا هو مطموم طمم، ولا هو قريب ولا بعيد، ولا شو وضعه. لا هو دقيقة بس نلاقي السي فوق يعني. هاي هاي أيوه، مشكلة السيخ إذا بقع في هاي يا إخوان بطل يبين. طيب الآن هاي المعدن أنا فوقه ماشي، أنت روح باتجاه مثلا خلينا نحكي الغرب مثلا، هيك الغرب ولا الشرق ولا الشمال ولا اتجاه الشمال جنوب، ايش ما بدكم اعتبروها هاي جنوب. تمام، هون هون على الهاي هذا هاي. تمام، الآن راح نشتغل على الجنوب على سبيل المثال. أنا فوق المعدن، ابعد أبو محمد عشان أشوف الفراغ. طبعا أنا هسه جوا سرداب يا إخوان، أنا ناسي أنا هون عندي سرداب كان. طيب معناته بناخذها بالاتجاه الثاني. تعال تعالوا معانا، ليت أنا أخذت هون سرداب. سرداب هون أخذت؟ آه ناخذها بالاتجاه هذا. شوف الواحد كيف بصير يعرف، بصير يعرف أصلا شو في تحت الأرض، عرفت كيف؟ يعني بصير يعرف الشكل الموجود تحت الأرض، إن شاء الله طبعا إنه يكون الكلام صحيح. تمام، هسه راح آخذ باتجاه الجنوب أو شمال أو إيش ما كانت تكون. شايف الفراغ قديش؟ قديش كبير؟ فراغها كبير يا اخوان. قديش من عندي لعندك؟ سبعة؟ ستة سبعة متر تقريبا عندي لو عند ابو محمد. تمام؟ الان باخذ الارض من هون والارض من هون، باخذها انا من ضمن الفراغ اللي انا موجود فيه. كويس؟ باخذ العرض هذا. الان هاي العرض هون واصل. نيجي هون طلع فيه. طلع فيه تبين معنا الاشارات، اشارة اللجي في الخارجي. تمام؟ كيف بتبين معنا الاشارات؟ مع تسكيرة اللهم صل على سيدنا محمد، مع تسكيرة السيح. تمام، إشارة مثلا هي إشارة المغارة موجودة عليها تثبيتاتها، إذا في عندي بوابة شكله من هون من هون من هون. ما قلت البوابة هون الشغل، إذا الشغل عندنا من هون مع الإشارة، يعني السيخ ودانا عند الإشارة، وصلنا للإشارة عند التشكيل المغارة زي ما أنتم شايفينه تشكيل المغارة. والله العليم دقيقة محمد، والله العليم عندي الرمزية اللي موجودة المثلث، رمزية المثلث اللي هي المقبرة، هي السرداب يا اخوان شايفينه؟ الله اعلم هي الشر الرئيسي. يعني تكون هاي مدخلنا عليهم كلهم. عليها كلها. الغاد بالسرداب صح؟ يعني السرداب هي سرداب واصل المغارتين، إذا كانت هي الإشارة الصحيحة المضبوطة 100%. هي إشارة رمزية المدفن، تصورتها خلي إشارة رمزية المدفن هون، عندي مغارة ثانية، عندي مدخل بيناتهم سرداب أيوه. تفصيل المغارة. وضحت؟ هسه نعتبر احنا مدخلنا تكون من هنا من هاي المنطقة، يعني دخولا من هاي المنطقة. اعطيني شوي، يعني صار عندنا هسه هاي الإشارة اللي حطيناها. تمام، هاي إشارة المثلث، رمزية المثلث واضحة إن شاء الله. تمام، وهي عندي المغارة الثانية، وهي احتمال إنه الدفين اللي شفناه في هاي المنطقة، يعني عندي تفصيل تقريبي، يعني احنا ما بنحكيش إنه هذا هو الصحيح. تمام، عندي سرداب واصل بين المغارة هاي والمغارة هاي. حلوة تمام التمام هاي. من هنا تمام، اذا مدخلك لا مدخلك من هون يا صديقي، من
مدخلك من هون او من هون من المنطقه ما هي شرط لجف هاي نفس العمليه من هون العمق انا بقول افتح سيبك من العمق انا اللي قلت لك 3 متر وهي على 3.5 مش راح تشتغل نص متر لا بشتغل مش راح تشتغل يا عمي مش راح تشتغل رد عليه خليها ماشي مش راح تنزل اكثر من 4 ماشي خليها 5 تجي اقول لك 5 هاي 5 متر ماشي احتمال تفتح معك على 2 احتمال تفتح على 3 احتمال تفتح على 4 ببين معك اصلا تختلف معك مش زي هذيك اللي انا من المترين ببلش ببين معك ببين مش زي هذيك وانا ببين عندك شحاف مثلا صخور فوق بعض كذا شيء مرتب تمام اذا المدخل عندنا من هون تمام هذا المدخل بودي على اول مغاره من هون وعلى المغاره الثانيه اللي هو هي هون تيجي المغاره الثانيه في المنطقه هاي بيجي بناتهم السرداب عندي اول معدن هون ثاني معدن هون والله العليم انه مقابر يعني مدافن هي اصلا راح تكون مدافن يعني ماشي لانه منطقه جبليه فوق يعني فوق منها بكثير اذا ما هو مدافن بتكون الاغلب هاي الوحيده اللي ممول على التمويه الاغلب انها مدافن بس نوع الحجر غريب يعني مش ما فهمتش انا نوع الحجر هذا كله والله ماني فاهمه زي رمل صويلة فعليا يعني سهل انه بسكينه هيك بتحفروا جرن فيها عشان نحكي لصاحبنا اللي بدنا نودي له ماكينه الجرون من هون كيف الصوان من جوا ابيض زي الصوان بس مشع هذا كله مشع تمام نعطيها لابو لصاحبنا هذا جيب سكينه ونحفر له جرون ونقعد نشرح عليه تمام نحن بنحفر له اياه بنقول له هذا ثلاثة تكنيزي من الدرجه الاولى بننزل عليه لانه مش عاجبه السياخ صاحبنا مش عاجبه السياخ بقول لك صاحبنا هذا احسن شغل السياخ مش عاجبه السياخ وبقول لك السياخ مش طبيعيه ومش صحيحه ومش عارف ايش وبضحك علينا كمان فاحنا بدنا نسوي له جرن ونفحص له اياه بالاسياخ ونقول له هاي السياخ معدن يا اخوان وهاي السياخ مش عارف ايش ونقول له هاي التكنيزي جرن تكنيز تمام خليكم معنا تمام يا اخوان فاخذنا طبعا شوفوا كيف السياخ وصلتنا لاشاره اشاره من هون وصلتنا للاشاره الرئيسيه تبعت الشغل كله وصلنا يعني لحالها تلقائيه وصلتنا للاشاره اللي بدنا اياها طيب الان عشان نقدر ناخذ نقطه ثانيه طبعا انا صراحة انهي الفيديو بس عشان نقدر ناخذ نقطه ثانيه الان هالات هذول الاثنين عشان خربطوني شفتوا كيف خربطوني يعني عندي هاله اولى وهاله ثانيه اتخربطت فيهم لانه هاي ودت على هاي يعني الهالتين فتحوا على بعض الان عشان مثلا مع سبيل المثال بدي افحص اذا في نقطه ثانيه او الى اخره بدي ابعد عن المنطقه هاي مثلا مثل هون ونص نص الارض هناك ليش الهالات اللي حكينا عنها تمام لحد هون واصله هذول بخربطوني ماشي فعشان امسك هاله جديده فلازم ابعد عن الموقع لان لو هذا الموقع هون جنبه مثلا هون في مثلا قطعه صغيره اصغر من اللي هون ما بتبين عندي بتبينش بعرفش انه في هون اصلا شيء ماشي حتى لو كان اقول على سبيل المثال نعتبر انها مدفن نعتبر انها مدفن ابو محمد يعني نعتبر هون في مدفن وعندي هون جره مثلا على سبيل المثال هون جره او بدايه السرداب هون في جره ماشي ونعتبر هون في مدفن وعندي القبور كل قبر في صره صغيره تمام راح يعطيني الجره ما راح يعطيني الصرر الموجوده ما بعطيني اياها بعطيني الهاله الاقوى الهاله الاضخم وضحت هسه كيف احنا بين معانا انه هون وهون هسه بين معانا انه هون تقريبا يعني خلينا احنا تقريبا ان شاء الله انه الامور طيبه تقريبا انه في معدن كتله كبيره وهون في معدن كتله كبيره تمام بس الكتلتين متساويات تقريبا فاعطانا عليهم يعني صار زي اشاره انفينيتي مع بعض صار زي حبه الفول تمام مع بعض صاروا الان لو في شيء هون في المنطقه هاي ما ببين معنا تمام طبعا بنعاود نشرح لكم كمان ان شاء الله والامور طيبه شكرا لكم للمتابعه ولا تنسونا من اللايكات والاشتراكات واللي مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس حياكم الله اهلا وسهلا